غالبا ما نريد من العالم أن يعتقد أننا أقوياء وكل شيء على ما يرام. عندما تكون الحقيقة في بعض الأحيان نتألم ونحتاج إلى كتف لنبكي عليه أو مجرد التعاطف أو الرحمة. كينيا مور. لا يدرك الكثيرون مقدار المعاناة التي يتحملها الناس كل يوم. ربما نشعر بالقلق من أن الاعتراف بأن المعاناة ستجعلنا مرضى في القلب أيضا. تذكر، لا يجب أن نجعل أنفسنا مرضى لدعم أولئك الذين يكافحون. من السهل أن ننسى أن بعض الأشخاص الأكثر إزعاجا في حياتنا هم مجرد معاناة. يمكن للممارسة اليومية لمشاركة النوايا الحسنة تجاه الجميع أن تشفي الآخرين. كلمة طيبة تحل العالم لشخصين في وقت واحد.